أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أفاد مسؤولون في شركة تسويق النفط الحكومية سومو بأن العراق استخرج 4,034,000 برميل نفط في شهر شباط الماضي. وأشارت بيانات لشركة سومو إلى أن إنتاج العراق أقل من 92,000 برميل يوميا من حصته بموجب اتفاق الإنتاج الخاص بتحالف أوبك، مؤكدة أن هذا الشهر الثاني الذي تقلص فيه إنتاج العراق نحو 100,000 برميل يوميا عن حصته. قالت اللجنة المالية النيابية إن إقرار الموازنة المالية لعام 2023 قد يتم دون تعديل سلم الرواتب. وأضافت اللجنة أن البرلمان سيصوت على 3 موازنات تكون الأولى ملزمة للحكومة وبلا إمكانية للتلاعب، أما الموازنتين الأخريين فهما مقترحات وتستطيع الحكومة تغييرهما بحسب معطيات أسعار النفط وسعر صرف الدولار والموارد، مؤكدة أن العجز الحالي في الموازنة خطير وغير صحيح. كشفت وزارة الاقتصاد الإيرانية أن التبادل التجاري مع العراق ارتفع بنسبة 20% خلال 11 شهرا الماضية. وقالت الوزارة إنه خلال زيارة رئيس الوزراء في العراق محمد السوداني إلى طهران تم عقد اتفاقيات عديدة من شأنها أن تساهم في تعزيز الاقتصاد الإيراني. يشار إلى أن العراق يعد مستوردا رئيسا للمنتجات الإيرانية ويواجه اقتصاده أزمة حادة، سيما بعدما فرضت واشنطن شروطا على تحويل الأموال من العراق إلى إيران في ظل سياسة تهريب العملة الأجنبية الهادفة لتخفيف العقوبات الأمريكية على طهران. حذر وزير الطاقة الجزائري من انهيار الجهود التي بذلها تحالف أوبك لأكثر من 6 سنوات في أعقاب تسريبات عن تشريعات أحادية لتسقيف أسعار النفط الدولية. وصرح الوزير بأن تلك التدابير قد تضرب استقرار سوق النفط العالمية بعد عودة الحديث عن إجراءات وقوانين لتسقيف أسعار النفط، مؤكدا أن التدابير المقترحة ستؤدي إلى نقص الاستثمارات في الصناعة النفطية وخلق اضطرابات رئيسة في تدفقات الإمدادات النفطية. عمقت أسعار النفط تراجعاتها القوية فور صدور بيانات المخزونات الأمريكية، حيث عادت الأسعار لمستويات 2021 بانخفاض أكثر من 5% يومياً. وصدرت بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام والتي جاءت مخالفة للتوقعات لتسجل ارتفاعا هائلا بأكثر من 1.5 مليون برميل. وكشفت بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط بواقع 1,550,000 برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي انخفاضا بواقع 1,694,000 برميل. وسجلت العقود الآجلة لخام برند القياسي تراجعا بنحو 4.75%، كما انخفض سعر خام غربي تكساس الأمريكي بنسبة 5.71%. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
في أمان الله.